بس انا عاوز ارجع لك برضه يا كريم للنادي الاهلي، وانت ده بمارسيل كولر. النادي الاهلي بيقدم مع مارسيل كولر مباريات، يعني يا كريم النادي الاهلي اصبح مع مارسيل كولر اصعب فريق ممكن تواجهه في اي مباراه او بطولات اقصائيه. صحيح. يعني كان في علامات استفهام على مارسيل كولر في الدوري، ولكن في كل البطولات الاقصائيه وكل المباريات اللي بتبقى كبيره والنادي الاهلي بيلعب فيها على بطوله بيبقى منافس صعب جدا جدا. وخد بالك من حاجه، انا بزعل ان النادي الاهلي ما قدرش يتخطى فلومينينسي، لان الراجل ده فعلا كان يستاهل ان هو يروح نهائي كاس العالم للانديه. ولكن يا كريم لما هنيجي بقى نتكلم فني ونيجي ندخل نتكلم فني اكيد بعد شويه، هتشوف ان الراجل ده عمل كوكبه من الـ من الـ من الطرق والنمط المتكرر بشكل كبير جدا جوه النادي الاهلي، اثناء الضغط العكسي، اثناء الضغط العالي، اثناء الخروج بالكوره. في اوقات كتيره جدا النادي الاهلي بتبقى عارف ان هو الابر هاند، وهو اللي هياخد زمام المبادره، وهو اللي يقدر يتفوق. وهنا برضو يا كريم يحسب ردة فعل النادي الاهلي بعد الهدف الثاني اللي جه لمودرن فيوتشر، والشك تحول بشكل كبير ان المباراه ممكن تكون اتصعبت على النادي الاهلي. النادي الاهلي بيقدر يكسب 4-2.